اقرا لك اياه. الثاني نعم، اداره الشرطه اللي هي عنوانها تتقدم بشكوى رسميه، الهيئه الاداريه تقدم بشكوى رسميه ضد لجنه الحكام في اتحاد الكره لاخفاقها في تسميه الطواقم التحكيميه واصرارها على الحاق الاذى بنادينا عن سبق اصرار وترصد. طبعا هذا الشيء يعني هم من حقهم هذا الاتهام، بس احنا ما نرفض هيك اتهام وطالبوا بفتح تحقيق. احنا سابقا هم ايش قالوا نادي الشرطه؟ قالوا الفريق اللي ينافسنا هو فريق الحكام، الحكام هم فريق ينافسون نفسهم من اجل اثبات الجداره، واحنا رقم واحد بالدوري، ماكو واحد ينافسنا، ما لنا منافس، لان احنا ندير الدوري. نرفض ان واحد ينافسنا، احنا المسؤولين. الطين اثنين من المباريات اللي حكم حسين الرافل بالدوري، مباريات الجوائز. ما تحضرني يعني اطلع لك السحبه، ما جايب السحبه، بس انا اقول لك كحكم ساده يعني وداتك ما عدت من هي. لا ساده مستحيل انا ما هي المباراه. انا قلت لك انتم صناعه الحكم من اهم اولويات عندكم، بس ما يصير على حساب الانديه. احنا قلت لك وصلنا الى مرحله تنافس شديد بيننا وبين القوى الجويه، انا ماكو داعي اخلي حكم اتحاد ابعد اقول لك رحم الله امره ان جب الغيبه عن نفسه. انا ليش اخلي اتحادي وبعدين يخطئ هذا الخطا الفادح وبخلي انا اقول حتى من الصير اخطاء تقول انت انا شو اسوي لك؟ انا مخلي طاقم زين هسه هاي البيانات وهذا هذا التصعيد استاذ حسين، ايش راح يسوي لك الاتحاد يعني؟ هي هاي الاجوبه هسه، اكو غيرها؟ مو هي شنو ابو ادم؟ ماكو غير ابو ادم تدري شنو الخطا؟ يعني مو احنا لجنه الحكام يعني متخذه اسلوب عكس الاتحادات، وفق رايي هذا وفق رايي انه احنا لابد ان يكون اعلان عن العقوبات، ما اعرف ليش يعني كل دول العالم هسه انا اقول لك على العقوبه، كل دول انا على العقوبه مالت الحكم. لا لا شنو الفائده؟ ايوه اي نعم اي حكم انا اقول لك هالقد عاقبنا. يلا هسه حسين ايش عاقبنا؟ شنو الفائده اذا مو بشكل رسمي ابو يلا انا اعلن لك اياها. ست ادوار قاعدين احنا هذا حسنين؟ اي نعم ست ادوار؟ ست ادوار وما له فرصه بالترشيح للدوليه هذا الموسم. استاذ هيثم احنا لو ماخذين هذا الاجراء اول شيء شنو نخليه؟ هاي عقوبه يعني عدمه؟ لا لا مو عدمه ابو هذا. احنا هذا الاجراء ليش ما يكون على العلن؟ ليش يكون مش هسه انا اسالنت العقوبه في كل جوله. خلي في بالك، خلي في بالك يا استاذ لاول مره لجنه الحكام تعلن عقوبه حكم على الهواء مباشره بشكل شخصي. لا 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 لجنه الحكام انا ابحث عن مواقع رسميه. انا اذا احكي باسم لجنه الحكام تعرف كابتن هيثم الناطق باسم لجنه الحكام انا احكي باسم لجنه الحكام. انا بشكل رسمي اريد هنا اريد بالهذا ابو ادم موقع الاتحاد الرسمي. انا هسه مو الان اللي انا بعد حلو هذا رسمي يقول لك هذا ابو ادم انا بعد بس انا هذا كلامي رسمي. اذا شفته خلال هاي الفتره حكم او ترشح لشارة الدوليه والله اعرف قول له تعال ليش ما نتخذ هذا الموضوع نتخذه هو يكون هذا توجيه يعني اسلوب على الخطا. انت الاتحاد القطري بسمح له استاذ هيثم الاتحاد القطري مو من الاتحادات. انتم صدرتوا بيان والحكم الحق بكم الضرر، هاي العقوبه يقول لك ست مباريات وابعاد عن الترشيح الدولي. هذا الموسم قطر راحت من يرد لي اياها؟ ايش نسوي؟ والضرر النفسي اللي حدث تريد مثلا؟ مو ما اريد يعني هي ست مباريات احنا كلجنه حكام اذا وقع خطا بحق نادي الشرطه نعتذر من هذا الخطا غير مقصود، ونعتذر من الاداره ومن جماهير نادي الشرطه هذا خطا غير مقصود، مثل ما المهاجم يوصل الى المرمى ويهدر الهجمه حكم خطا يعني ما صارت. اللي تريده مثل ما تفضل ابو ادهم هسه شنو اللي تريده؟ عاقبنا طبعا ممنوع العقوبه تنعلن بالاعلان، بس انا اعلنها يعني مو توجيه من عندي، توجيه الاتحاد الدولي والاسيوي ممنوع يعني بيان اعلان العقوبه من الحكم. الاتحاد القطري يعلن العقوبه الان انت يعني بشكل شخصي اعلنتها؟ لا 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 اتفاق لجنة اتفاق لجنه يعني الحكام نعم قليل يعني شنو اللي تريده قليله يعني على هذا الخطا اللي اذا شلت من الترشيح للشاره الدوليه وعقبت ست لا عقب الترشيح هسه احنا ما نريد هذا، بس انه احنا الان ظلمنا بهذا الظلم الكبير والفادح عقب ست مباريات يعني هو الدوري مو مطلوب. انا ما مسؤول عن المطلوب يعني لا مثلا تقول غير مقنع العقوبه انا ولا مسؤول على انه تاخذون العقوبات سواء قويه او غير قويه، بس احنا انا اكو 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 معايير لابد تكون موجوده. انا يا اخي الحكام كلهم اصدقائي وكلهم اخواننا وكلهم هذا، احنا ليش ما نعلن عقوبه الحكم مثل ما نعلن عن عقوبه اي عنوان اخر؟ لا اتحاد القطر يعلن، اتحاد الامارات يعلن. هسه انت تريد تعلن؟ انا توجيه ماكو اعلان، انا اعلنت لك العقوبه.